رجعت لنا الكورة مرة تانية يا رزيعة، وكانت الفضايح في انجلترا في الدربيات الخاصة، اولهم بلندن وفوز ارسنال، وما زلنا متصدرين البريمير ليج بالفوز على توتنهام بالثلاثة. كاكو مننا شوية مكاكا، يعني عندنا كلام حلو قوي نقوله، بجانب الرياكشن اللي ممكن تتفرج عليه في القناة اللي عملناه مع ثلاث مشجعين من توتنهام. في مانشستر كانت الفضيحة من جانب اخر، وهي فضيحة الانتقام لها هالاند لابوه حج هالاند الكبير، فالراجل وعد ووفى، الراجل قال وعمل، الراجل لا يعيب اي شيء النهارده الحقيقه. غطى على كل اللي عملناه في ديربي لندن، ولكن الراجل حقه بصراحه، والواحد ما يقدرش يتكلم على اللي عمله. ليفربول مازال مستمر في الفورمه السيئه، فتعادل مع برايتون 3-3 في مباراه كانت مثيره جدا ولكن محبطه جدا لجماهير ليفربول اللي انتظرت اي اختلاف بعد التوقف. في اسبانيا الوضع بيتشقلب لاول مره، الاول اسبوع ريال مدريد يتعثر بالتعادل 1-1 وضياع بنزيمة لضربة جزاء، بعد ان ظن جميع جمهور ريال مدريد ان الفوز بنفس سيناريو كل اسبوع. اما البارسا فاللي تصدرت لاول مرة الليجا من ايام عصر الكورونا، فبعد ان حمل ليفاندوفسكي على اكتافه فريق البارسا وقدر يفوز على مايوركا 1-0 في مباراة يعني مملة بعض الشيء، ولكن هو المهم بالتأكيد الثلاث نقط وقلب الجدول قبل الكلاسيكو المثير خلال 13 يوم. في ايطاليا ذئاب روما تلدغ الانتر بمباراة فلتوا بيها، مش بس انهم يتعادلوا ولكن بالفوز، ومورينيو ياخد اللقطة كالعادة. اما الميلان او مباراة الميلان اللي بتاخد اللقطة كلها على بعضها بمباراة انا شخصيا شفتها من امتع مباريات الاسبوع ده، بفوز الميلان بالثلاثة على امبولي، ولكن في الدقائق الاخيرة للماتش. اثارة كبيرة جدا في دوريات اوروبا الخمسة الكبار، هكلمكم عن ابرز الحاجات اللي شفتها رزيعة، هنرزع براحتنا. اعملوا لايك لو اشتقتوا لحلقات رزع اوروبا خلال الدوريات الاوروبيه، اشتركوا معنا في القناه لو كنتوا اول مره تنورونا هنا وتتفرجوا علينا، عايزين نوصل حلم المليون رزيع قبل كاس العالم. تابعونا ايضا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام تيك توك فيسبوك، كله موجود سواء للقناه او لصفحاتي الشخصيه. واكيد بفكركم للراعي الرسمي للحلقات ريكسون، المزيل عرق رقم واحد في العالم، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع اوروبا، الحلقة اللي بنلخص فيها ونتكلم عن ابرز ما حدث في الدوريات الاوروبية اللي بتجيكم كل اثنين ان شاء الله، على حسب ايه لو في عطل في اي دوري ولا حاجة، ولكن يعني اول ما الجولة تخلص تلاقينا موجودين. وخلوني ابتدي لكم الحلقة دي من البوندسليجا، حيث فاز البايرن وعاد الى الطريق الصحيح اخيرا في الدوري الالماني بعد التوقف بالفوز على باير ليفركوزن بالاربعة. سجل ساني وسجل ماني وسجل جمال موسيالا واختم الموضوع مولر، لكن الملفت بالنسبة لي هو مستوى جمال موسيالا اللي بيقدمه هذا الموسم، مبهر الشاب الصغير الفتى اللي ممكن نكون بنتكلم على ناشئين كتيرة جدا بيكسروا ارقام ولكن ناسيين الولد ده. سيبك من الهدف والاسيستين اللي الراجل عملهم في المباراة، ولكن بكلمك في موسم في اداء ثابت، بتتكلم فيه 11 هدف هو مشارك فيهم باهداف او باسيستات في 11 مباراة هذا الموسم. يمكن اسوأ خبر لجمهور البايرن هو اصابة كيميتش ومولر الاثنين بكورونا، يعني برضو من النادر جدا انك تسمع اللعيبه بتجيلها المرض دلوقتي، ولكن يعني بالكورونا الجديده يقول لك 5-6 ايام واللاعب يرجع تاني على طول. ولكن لو رجعنا لشكل الدوري الالماني سريعا، بعد فوز البايرن بيقدر يحافظ على المركز الثالث بتاعه ب 15 نقطه، اما يونيون برلين وفرايبورغ اللي لسه متصدرين شكل الدوري ب 17 نقطه، ودورتموند اللي ايضا بيفوز وبيلاحق البايرن ب 15 نقطه في المركز الرابع. اما لو جيت للدوري الفرنساوي سريعا، فهتلاقي منافسه شرسه جدا بين باريس سان جيرمان اللي بيقدر يفوز ايضا في مباراه صعبه بالنسبة له في اخر الدقائق 2-1. سجل ميسي بالفورمه الهلاميه بتاعته كالعاده، فاول رائع جدا في بدايه اللقاء امام نيس، ميسي بعد الهدف ده بيوصل للهدف رقم 60 عن طريق الفاولات ليه في كاريره الشخصي. الراجل بيسجل مع الارجنتين في التوقف الدولي، بنشوفه اول ما بيرجع بيسجل، الراجل الحته دي عنده، وهنشوف منه يعني اهداف كتيره في كاس العالم حاسمه بقى ولا لا، ده اللي هنعرفه. وقدر يحرز بعد كده هدف الفوز امبابي في الماتش متاخر بعد ان تعادل نيس في اللقاء، ولكن مازال امبابي بيكسر
ارقام 8 اهداف في 8 مباريات، شيء في الهادي كده يعني، هو الراجل شغال في حاله. اللي عجبني جدا مارسيليا اللي بتفوز على انجير ولا انجرز ولا اسمهم ايه يعني، مش مشكلتنا دي. ولكن الفريق يا جماعه اللي ايضا ما بيخسرش ولا مباراه هذا الموسم، بيتعادل في مباراتين، ولو بصيت على شكل الدوري هتلاقيه هو اللي ممكن يحط صداره بعد ما يعني كنت حاطط امل على ليون وخذلتني جدا هذا الموسم. اما عن الكالتشيو فما زالت الاثاره موجوده، ما زالت المنافسه على الدوري وعلى مراكز التوب فور بتتشقلب كل اسبوع، وده في حد ذاته ممتع جدا. اليوفي بيفوز وبيرجع على اول الطريق مره اخرى بالفوز على بولونيا 3-0، اهداف من كوستيتشو وفلاهوفيتش وميليك، الثلاثه بيسجلوا، وبيرجع اليوفي يحط رجله تاني. ولكن المباراه الامتع ليا هذا الاسبوع في الكالتشيو من امتع الماتشات كان ماتش الميلان اللي كان هادي تماما حتى الدقيقه 79. فبعد نزول ريبيتش بدقائق بسيطه بيقدر الراجل يسجل هدف في الدقيقه 79، وتحس ان الميلان ضمن الماتش خلاص. جون متاخر، قفل يا ميلان وخد الثلاث نقط واخلع. تلاقي ان امبولي بترد بجون قاتل في الدقيقه 90 وتقول يا خساره الميلان راحت عليها الثلاث نقط وخلاص قفلنا كده الماتش، وقمه الاثاره والمتعه بصراحه. هل الميلان يسكت؟ ما يسكتش، الميلان بياخد الكره يا جماعه من السنتره، بيلعب كره عاليه، بيلوتوري بيحط الهدف الثاني وبيقلب اللقاء. امبولي تتشجع عايزه تجيب الهدف التعادل، تقول لك الله عملوها نعملها، والجون بيجي في دقيقه وبتاع، الميلان هو اللي بيحط الثالث وبينهي امله بهدف رائع من لياو. قمه البرود وقمه الروقان وقمه المتعه في كوره، الراجل الفريق بيجري وراه كله وهو بيحطها شيب، ويثبت لك انه واحد من امتع الاجنحه اللي موجوده في عالم كره القدم حاليا. ثبت مستوى رائع جدا، الراجل متحمل مسؤوليه الفريق وحاسس ان هو النجم واللي يقدر ياخد بالميلان بطولات مره ثانيه ويتحمل قياده الفريق ده. اما المباراه الاكبر في الكالتشيو هذا الاسبوع فكانت اكيد بانتظار مورينيو وبعوده الى انتر ميلان فريقه السابق، الجمهور اللي بيعشقه وشايف ان امجاده كانت تحت ايده هو شخصيا. ولكن مورينيو واخد اللقطه من قبل المباراه بالطرد اللي واخده، عشان كده ما كانش موجود النهارده في السانسيرو او عفوا الجوزيبي مياتسا. ولكن الراجل بياخد اللقطه حتى وهو بره، مش فكره ان فريقه بيعمل مباراه رائعه بعد هدف اول سجله الانتر وبيقدر يعود ديبالا اللي العالم كله وخصوصا الصحافه الايطاليه اللي ماسكه الانتر بتتريق عليه. طبعا عارفين قصه الانتقالات، لو كنت بتتابع حلقات رز على الانتقالات هتلاقيك عارف اقتراب جدا اللاعب من الانتر، والانتر اللي كان بيفكر بجديه يجيب لوكاكو ولا يجيب ديبالا، لوكاكو مش موجود وديبالا بيحرز هدف التعادل امام الانتر، وبيقدر انتر يخطف ايضا عن طريق سبولينج من كره عرضيه هدف الفوز بكورتين. كان الانتر الاحق بالماتش طول فتره اللقاء، على الاقل تقدير توقعت ان الانتر يتعادل، ولكن ضعف الشخصيه النهارده من الانتر قدر ان بسهوله روما يقدر يفوز. ولكن اللقطه ارجع لكم تاني مره اخرى كانت عند مورينيو في الباص. تقول لي ايه الباص ده؟ اقول لك ان مورينيو على طول خد الموبايل بتاعه وجاب الاوتوبيس بتاع اللعيبه واستنى حوالين الملعب بره، وقال لك ايه مورينيو بيبارك ده باص، الاسلوب اللي هو اتعود انه يلعبه واتشهر بيه. وناس ثانيه قالت لك ان هو مستني فريقه عشان يحييه، طب مصور نفسك ليه؟ قعدت ولا هيشتريها؟ مش دي قضيتنا. ولكن روما اللي بيقدر يفوز بثلاث نقط، ولو بصينا على شكل الدوري هتلاقي ان مازال نابولي ايضا في الصداره بعد ان حقق فوز كبير جدا ومازال مستمر في مستوى الثابت اللي بيقدمه. كذلك هتلاقي اتلانتا اللي بتنافس نابولي ب 20 نقطه حتى الان بعد 8 ماتشات، لاتسيو في المركز الثالث ب 17 نقطه هي والميلان اللي بتقدر تحقق فوز مهم جدا، وروما اللي بيقفز الى المركز السادس ب 16 نقطه، واليوفي اللي بينط ل 13 نقطه وبيحاول يقرب من مراكز التوب فور، ولسه عندنا ماتشات كتير. اما المفاجاه بالنسبه لي فشكل الانتر اللي كان مرشح للدوري وما زال حتى الان بعد 8 جولات في المركز التاسع بلعب 8 ماتشات، بيكسب 4 وبيخسر 4 وواقف ب 12 نقطه. اما عن اللا ليجا اللي بيتقلب الحال في يوم وليله، فبرشلونه بياخد كل الارقام وبيتصدر الدوري لاول مره هذا الموسم. فخارج الارض البارسا امام مايوركا صحيح بيقدم مباراه ما هياش الافضل، بيقدم مباراه اللعيبه تايهه كتير، المنظومه شكلها مش في افضل احوالها، ولكن هو بياخد اللي هو عايزه من الماتش، او اسف ليفاندوفسكي بيدي برشلونه اللي هي عايزاه من الماتش، الثلاث نقط. الراجل اللي في خلال اول 20 دقيقه، انت بتعرف يا جماعه انت دفعت ليه في لاعب بالسن ده الفلوس الكتيره دي؟ انت بتتكلم في لاعب عارف ليه هو كل سنه بيترشح لجائزه البالون دور، الراجل النهارده بيثبت لك دوري الماني دوري اسباني، انا يا باشا معاكوا في اي نيل هجيب جوان. اتفرج على الجول لو ما شفتوش، لازم تتفرج على الاعجاز والزاويه الصعبه اللي يعني انت قلت مستحيل الراجل يجيب جون من هنا. فاتي اللي بنشوفه النهارده بينزل بيعمل له اسيست، الراجل مباراه هاديه منه، ولكن ليفاندوفسكي يخرب بيتك، الراجل يا جماعه بيوصل للهدف التاسع ليه في صداره هدافي الليجا.
برشلونه هو اكتر فريق مسجل، برشلونه هو اقل فريق مستقبل اهداف، هو اكتر فريق طالع بكلين شيتس، هو اكتر فريق محقق فرص محققه ليه. فبرغم الغيابات والاصابات اللي اتكلمنا عليها اللي ابرزها اكيد كوندي واراخو اللي طاروا منه في التوقف الدولي، الا ان تشافي بيعرف يحل الدنيا ببيكي اللي بنشوفه النهارده لاول مره في قلب الدفاع اساسي، لبالدي اللي بيوجهه من ناحيه الشمال بعد الانبهار بتاعنا بيه الى جبهه الباك رايت، والراجل بيعمل اللي عليه. النهارده يمكن لو قلت لك ان ليفاندوفسكي هو العامل الرئيسي في الفوز بالثلاث نقط وصداره الدوري حتى الان، لازم اكلمك على تيرشتيجن، الراجل اللي ايضا عامل فورمه مثبته اقدام برشلونه في اللي هي بتعمله جدا. النهارده يا جماعه الراجل بيوصل للدقيقه 500 بدون تسجيل اهداف في مرمى عشان يبقى الاعلى في تاريخ الليغا، رقم قياسي بيكسر الرقم القياسي لنفسه اللي كان هو ايضا واخده قبل الرقم اللي بيكسره النهارده. وسيبك من الارقام، انا بكلمك في اداء مذهل، الراجل حتى لو دخل فيه اهداف الا ان الراجل بيشيل كوره يعني خطيره جدا في اخر اللقاء، كان ممكن عادي تضيع لك نقطتين وتعادل مايوركا معاك. اما ريال مدريد فبتبتدي الناس تاخد بالها من العيوب، فبتبتدي الناس تقلق، فبتبتدي الناس تقول الله هي ما مشيتش زي كل اسبوع ليه. فالسيناريو امام اوساسونا كان قريب جدا من كل الاسابيع اللي فاتت، بتتكلم على هدف من فينيسيوس جونيور قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 42، مباراه بتحس انها رايحه ناحيه الريال، مباراه ممكن تكون ما هياش الاقوى ايضا كشبيهه لمباراه برشلونه كده، ولكن شيء متوقع بعد التوقف الدولي. بتستقبل هدف في بدايه الشوط الثاني، سيناريو متعودين عليه ورعبه ريال مدريد، هنجيب جون على طول. بالفعل ضربه جزاء بتجيلك، بنزيما الراجل بعد الاصابه بيخش يسجل، ولكن المره بتطلع بره بعد ما احتفل فينيسيوس جونيور قبل ما بنزيما يخش يشوط على خط ضربه الجزاء. بنزيما يمكن اللي بيتوج المباراه النهارده باداء سيء وبينهيها ان هو بيضيع ركله جزاء، بتحصل ما هياش ازمه، ولكن بتضيع عن فريقك نقطتين مهمين جدا ضاعوا عليك. والغريبه او الصدف بتاعه الاسبوع ان ريال مدريد كان هو وبنفيكا الفريقين الوحيدين اللي في الدوريات الاوروبيه كلها اللي كسبوا كل ماتشاتهم، بنفيكا تعادل ومدريد اتعادلت النهارده. يمكن مدريد اللي كان غايب عنها نجمين مهمين جدا للفريق وهو كورتوا ومودريتش، الاثنين اللي اتعوضوا بلونن في حراسه المرمى وبسيبايوس في نص الملعب. لونن يمكن ما يكونش عندي مشكله، والراجل ادى اللي عليه والهدف اللي دخل فيه ممكن ما تكونش مشكلته تماما، ولكن النقص والجاب الكبير اللي شفته ما بين مودريتش وما بين سيبايوس ده كان واضح في نص الملعب. ولكن يمكن الخبر الاهم لجمهور مدريد ان الفريق هيرجع مودريتش خلال ايام، الراجل كان بيحتفل ببنته وبتاعه والموضوع مش مطول، اما كورتوا فالراجل خلال 10 ايام هيكون جاهز وهيلحق بشكل كبير مباراه الكلاسيكو القادمه. يمكن الطف حاجه كانت في الليغا النهارده هو تغيير علم اوكرانيا جنب اللوجو او جنب اليافطه الخاصه بالارقام ونتيجه المباراه الى شعار اندونيسيا او علم اندونيسيا، ومن هنا يمكن بعلن اسفي وحزني الشديد على اي حاجه سيئه بتحصل في العالم وخصوصا في كره القدم ما دام احنا بنتكلم عليها. وطبعا اللي ما يعرفش الحادث المأساوي اللي حصل في الدوري الاندونيسي في مباراه ديربي هناك، وتسببت في مقتل 174 شاب كان رايح يتفرج على ماتش مات هناك، طبعا كان في تدافع، البوليس نزل ضرب في الناس اللي نزلت الملعب بعد الشغب اللي عملوه ورموا عليهم غاز، والوضع كان مأساوي. الفيفا طبعا ابدت رغبتها في توقف النشاط في اندونيسيا بسبب ان ممنوع البوليس يضرب على مشجعين كره قدم غاز وكلام من ده، ولكن المحزن انك اكتشفت ان خلاص الدوري الاندونيسي هيقف اسبوع وهيرجعوا يلعبوا الاسبوع اللي بعده ولا اكن حاجه حصلت. خش لي بقى كبير على الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي سريعا كده، يعني تشيلسي بتفوز مع جراهام بوتر باول مباراه خارج الملعب على كريستال بالاس في مباراه عارفين انها مباراه رخمه جدا مع جيل رائع بيقدمه فييرا مع هذا الفريق. مش بس اول فوز لجراهام بوتر، ده بيكون كمان اول هدف لاوباميانج اللي بيبتدي تسجيله واللي بيبتدي يقول لجمهور تشيلسي انا جاي اعوضكم عن الايام اللي فاتت. ماتش كان صعب ودرس قاسي جدا بعد ان استقبل هدف بدري فريق تشيلسي من كريستال بالاس وقدر يعوض بهدف لاوباميانج زي ما حكيت لك، وهدف رائع في الدقيقه 90 من كاليجر عن طريق تسديده رائعه وتثبيت واقناع جراهام بوتر ان يبقى ليه دور اكبر بكتير من اللي كان بياخده تحت قياده توخيل. اما ويست هام بعد الفوز 2-0 على وولفز يتعرض المدرب برونو لاج الى الاقاله، المدرب البرتغالي اللي ان خلاص يعني متشكرين لذوقك جدا، الفريق بيهبط في المركز ال 18 بدايه ما اسوأها، ويست هام حتى التعبان جدا اللي بيبتدي يفوق فاق عليك وضربك، الاداره ما بتقدرش اكتر من كده وتصبر عليه بعد
بعد كده خلاص شكرا. اما على ليفربول فما زالت في المصيبه اللي هم بيعانوا بيه، ما تعرفش ايه اللي يعني والله الواحد قال بعد التوقف الدولي خلاص بقى يعني هنشوف ليفربول جديد. كلوب حتى قال لك ننسى ان شاء الله القرف اللي كنا بنعمله، واتمنى انهم يفتكروا بقى حاجات جديده ويفتكروا الموسم اللي فات. ليفربول رجعت اسوأ من قبل التوقف، كل حاجه كانت بتقول ان ليفربول مفروض تكسب يا جماعه، خلاص اللعيبه ارتاحت، لعيبه كتيره جدا حتى ما لعبتش مع المنتخبات بتاعتها، كسبان ايكس في الشامبيونز ليج قبل التوقف الدولي ونفسك مفتوحه، برايتون اللي غيرت مدرب جراهام بوتر والمفروض الفريق ناسي بقى كان بيعمل ايه، وداخل على مدرب جديد بزربي بافكار جديده وهنشوف هيعمل ايه، الا ان برايتون عارف هو بيعمل ايه ومكمل زيه زي قبل التوقف بالظبط، وليفربول ثابت على ايضا مستواها وموقفها. ملعب الانفيلد اللي كان بيرعب اي خصم بيخلي تروسارد يجيب هدفين فيك في اول اللقاء عشان يكون اول لاعب يعمل كده من ايام عمرو زكي في 2008. صحيح حظك بيكون كويس وبتقدر تتعادل وبترجع بهدفين، وبرايتون من نفسها بتديك هدف الفوز الثالث، ولكن تروسارد بيرجع يحسم اللقاء بهاتريك خيالي للاعب. ولكن اللي لفت نظري في المباراه دي كام نقطه كده، ابرزها هو نزول نونس في الدقيقه 89. مش مفهومه كلوب، انت يعني لو عايز تدمر اللاعب مش هتعمل كده، مستني منه ايه؟ مستني منه ايه واللاعب بيمر بفتره هي سيئه جدا الحظ؟ الراجل يا جماعه بيتعرض لطرد في بدايه الدوري، الراجل يا جماعه بيتعرض لفورمه سيئه لجميع فريق ليفربول، وهو داخل يا عيني مفروض يتقارن مع هالاند النرويجي الدبابه اللي بيطلع نار من بقه الناحيه الثانيه. فاكرين ماتش السوبر ونونيز هيبقى احسن من هالاند وهو اللي جاب الجون وبتاع؟ الراجل الثاني 14 جون، نونيز جون واحد. نونيز حظه سيء لدرجه ان فيرمينو بعد ما نسي الكوره الراجل بقى ايه يلا نفتكرها ثاني مع بعض، ويصبح هداف ليفربول وكل ماتش يجيب له جون جونين وكم اسيست وحركات، هو الافضل في فريق ليفربول هجوميا. نقطه ثانيه اللي ما ينفعش نغفلها في تعادل برايتون هو تفكير اداره برايتون اللي ما وقفتش عند جراهام بوتر. هتمشي يا عم ربنا يوفقك، هنجيب ديزيربي مدرسه ايطاليه، الراجل اللي شفناه مع شختار، الراجل اللي شفناه في الدوري الايطالي بيلعب باسلوب قريب من جراهام بوتر، فما بعدوش جدا عن التفكير، وهي دي الاستراتيجيه. الراجل النهارده بيلعب بنفس الاداء اللعيبه تحسها مع جراهام بوتر، الراجل اللي ما جاش قال انا هغير يمين وشمال وهغير خطه وهغير لعيبه، واحده واحده الدنيا ماشيه العبها بذكاء وما زلت بصارع في التوب فور في وسط الكبار. اما عن كلوب فابتدت التساؤلات تزيد عليه، انت لازم تتصرف، ارنولد بالمستوى العجيب ان شاء الله تلعب جوميز، ولكن الوضع ده مش هينفع، فان دايك المستوى الغير مألوف عليه بمستوى قريب من مستوى فان دايك، يا جماعه بقاله فتره خلينا صراحه مع بعض، كميه تحليق وعدم فهم المنطقة ضربات الجزاء بعد ما كنا بنقول ان اللاعب ده احسن ما فيه انه ذكي، شيء انا مش فاهمه. هبوط مستوى صلاح الغريب، هبوط مستوى لويس دياز لدرجه ان النهارده الراجل ما بيبتديش بيه، شيء كلنا مش عارفين ده من ايه ده. ولكن يمكن انا الاقي لك تفسير للموضوع ده، وهي السنه السابعه لكلوب الماساويه، فهل ممكن تكون حقيقه الاقاويل اللي بتقول ان الموسم السابع زي ما كان مع ماينز بيهبط بيه في موسمه السابع ماساه، انها تتكرر تاني مع دورتموند في الموسم السابع ويبتدي بدايه كان هيهبط بفريق دورتموند الموسم السابع مع فريق ليفربول يكون بنفس مشكله كل موسم سابع بيعدي مع كلوب مع نادي هو قاعد فيه الفتره دي؟ والله انا ما بصدقش في الحاجات دي قوي، ولكن ممكن ساعات اصدق، ما اعرفش انتوا تصدقوا في الحاجات دي ولا لا، سيبوا لي رايكم في الكومنتات. ديربي مانشستر الحقيقه طبعا انتوا شفتوا الرياكشن اللي عملناه في القناه مع احمد كمال، الراجل صعب عليا لدرجه ان انا ما قدرتش اسف عليه واكلمه. مباراه هي فضيحه، مباراه طبعا يعني جمهور يونايتد ممكن على فكره ويكون حقه جدا يقول لك والله 6-3 احسن من ما كانت 6-1 دي، الموضوع بايخ، ولكن ايه يعني هم ضربوني وانا شتمتهم. نفس مباراه الاهلي والزمالك بتاعت 5-3 كده كانت هتبقى افضل بكتير، ولكن هو عارف يبوخ التورت عليه. ولكن سيبك من الكلام ده خالص، احنا بنتكلم فيها يا جماعه، يعني عم هالاند فيها كابتن، فيها كابتن فيها كابتن بالراحه. لا بجد والله ايه الغباء والافتراء ايه يابا في ايه يا عم؟ محدش عارف يلمك 14 جون في 8 ماتشات، يعني محمد صلاح كان الاكثر تهديفا في موسم واحد في البريمير ليج 32 هدف، الراجل بهاتريك كمان خلاص يجيبهم في الماتش التاسع او العاشر بالكتير قوي، خلص الموضوع، يعني لو استمر بهذا المقياس يجيب له حاجه و60 هدف، ده شيء مش طبيعي يا اخوانا. جيت انا النهارده قلت هو الواد هالاند ده عشان قال على مانشستر كده مش هيعرف يجيب ولا حاجه، الراجل نازل وقايل ان هو هيجيب اجوان، جاب 3 اجوان وازيستين، ويبص لابوه ويقول له يابا يا حبيبي يابا يابا مبسوط يابا، يا عم خلاص ما كانش فاول واصابه دي. المضحك بالنسبه لي كان روي كين في الاستوديو التحليلي قال لك لعيبه مانشستر لازم تكون مكسوفه من نفسها، يا راجل اتكسف انت من نفسك باللي عملته عشان مشكله شخصيه
تقضي على جمهور كامل دلوقتي بيتعذب نايم بيعيط في سريره. هالاند يا جماعه عامل ارقام يعني انا مكسوف اقولها لان لو قلتها هيبان افورت الموضوع. هالاند هو اول لاعب في تاريخ البريمير ليج طبعا يسجل 3 هاتريكات ورا بعض متتاليه على ملعبه او مش على ملعبه يعني مش فارقه كتير بس يعني انا بقول لك هو عملها فين. انت متخيل الجمهور اللي دفع تيكت ده هو بياخد بالتيكت حقه توتال ريفاند فاهم كده اللي هو زي العروض بتاعت باي باك وكاش باك والحاجات دي. هالاند النهارده في مقارنه مع رونالدو نظرا ان الاثنين كانوا في ماتش واحد وبيقول لك يعني هالاند وصل للهاتريك رقم 3 في مسيرته بعد 8 ماتشات اما رونالدو فوصل في 234 ماتش وهم الثلاث هاتريكات اللي جابهم في تاريخه العظيم جدا لكريستيانو في البريمير ليج. النهارده بسم الله ما شاء الله هالاند هو الاعلى تهديفا ب 15 هدف في البطولات كلها في جميع الدوريات الاوروبيه والاكثر. دي بروين هو 10 اسيستات في البطولات كلها كاكثر لاعب عامل صناعه اهداف. النهارده يا جماعه دي بروين من حلاوه هالاند الناس مش مركزه في ابداع هذا البلجيكي. لا اقول لك على المصيبه الاكبر الناس مش مركزه ان في واحد تاني جاب هاتريك. في واحد جاب هاتريك وخد كوره زيه زي هالاند بس انت شايف التنين وهو بيتحرك مبسوط بيه وعايز تاكله وبتاع وتتفرج عليه. فعلا اللاعب اللي انت دخلت عليت طاقته في البلاي ستيشن ل 99 في كل حاجه فهيطلع لك ايرلينج هالاند. عارف اللي قاهرني ايه بس ان جوارديولا متضايق. يا سلام يا عم الحناكه بقى قال لك طبعا الفريق مش حلو. ايه اللي مش حلو يابا ودخل فينا 3 اجوان يا عم انت جايب 6 وكنت مضيع اصلا 3-4. انا سمعت باد جيم دي اتعصبت. ما تقوليش بقى اصله ابقى ظبط بكره في التمرين وانبسط يا عم بالكورتين اللي انت طالع بيهم. وبمناسبه الكورتين هو من العجائب في ماتش واحد في البريمير ليج ان يسجل لاعبين هاتريك في ماتش واحد عملوها يعني في ماتشين في التاريخ كله. ماتش انا شخصيا عارفه في 2003 ارسنال وساوثهامبتون لما بينانت وبيريز الاثنين جابوا هاتريكات قصاد بعض وماتش في 2019 اللي كان امام طبعا ساوثهامبتون لما ايوزي بيريز وكذلك فاردي كل واحد فيهم قدر يجيب هاتريك والماتش خلص 9 الماتش الشهير طبعا. عموما سيبك من السيتي اللي خلاص الدنيا ماشيه واحنا عارفين هم رايحين فين وانا لسه فرحان باول دوري وبتاع لحد ما نشوف المصيبه دي هترسى فين. تعالى لي بقى عند مانشستر يونايتد يعني تنهاج حقيقه يعني موضوع محبط جدا بعد ما بتكون فايز بجائزه الشهر ولاعب الشهر ياخدها راشفورد وداخل بنشكاحه جميله جدا تصطدم بارض الواقع وبالتنين الاقرع الثاني خالص ده الاقرع بجد. النهارده زي ما لعبتك اتفضحت امام لعيبه السيتي الجاهز تماما ببروجكت انا رحمك وفاهم انه لسه بيتبني اول سنه مع بروجكت جاهز بقاله 5 سنين ولكن انت عندك غلطات بالتاكيد عليك علامات استفهام كبيره ابرزها كاسيميرو يا معلم. ما تقوليش عايز يتاقلم ما تقوليش اصل مكتومني لاعب ماتشات حلوه. النهارده اتفضحت واحد زي كاسيميرو يا جماعه جاي من ريال مدريد على الاقل هيعرف يظبط نص الملعب شويه كان هيفيدك شويتين ثلاثه في الانفتاح اللي كان موجود ورا خطوطك ده. ولكن عجبني جدا في تصريح كريستيانو رونالدو لعبها بذكاء الراجل قالك انا مش هخسر كل حاجه اللي يعادل الكل يخسر يا منصور. فلما سالوه انت ما نزلتش كريستيانو رونالدو ليه قال لهم والله انا ما نزلتوش احتراما لقيمه وتاريخ اللاعب انا انزله برده يصح في ماتش خسرانين في 6 الراجل هينزل مش هيعمل حاجه وهيبقى لبس الليله واحنا اصلا متمسخرين. انا شخصيا عجبتني اشتريتها واشتريت رونالدو بيها ولكن انبهرت اكتر بماجواير قاعد بره يضحك مش انا السبب اهو يعني اهو شايلين 6 وانا مش المصيبه يعني ايه عشان بس الناس اللي بتتكلم. لا هنتكلم وانت السبب بقى في الستة وانت قاعد بره بزحنتك دي مستفز جدا بصراحه. واخيرا في حلقتنا حته الجاتوبه يعني كل مره ببتدي ولكن ديربي توتنهام انهي بيه الحلقه الاسبوع ده. انا مبسوط قوي يا جماعه والله مبسوط انا ده احساس بس بتبادله معاك ايه ممكن ما اقولكش حاجه غير ان انا انبسطت قوي الاسبوع ده وبجد لحد النهارده الضحكه مش مفارقه وشي. هقول لك مبسوط ليه انا مش غلبان ومبسوط بثلاث نقط لا انا مبسوط لاسباب كتيره وكبيره برضه مش ما تضرش. اولها يا باشا خدنا حقنا التوب فور بتاع السنه اللي فاتت قهراني لحد النهارده يعني شوف انا بكره توتنهام قد ايه كرهتهم اكتر من الماتش بتاع السنه اللي فاتت اللي ضيعوا علينا مجهود السنه ضيعوا لنا الدوكيومنتري بتاع اولر ناسنج كنا احتفلنا في اخر حلقه اللي كنت طلع يتريق عليها وقال لك شفت النهايه وها ها ومي مي مي. تاني سبب يا جماعه هو تصريح للدوري وللجمهور انا مع حضرتك انا مش قليل بقى انا مش بخسر من الفرق الكبيره زي مانشستر واخسر من توتنهام واكسب الصغيرين بقى لا انا بكسب كله اذا اعتبرنا ان توتنهام من الفرق الكبيره. يلا النهارده انت بتفوز على توتنهام بعد ما فضل الموسم كله الفريق ما بيخسرش بيتعادل امام تشيلسي في المواجهه الكبرى بالنسبه له ولكن امامك بيخسر وبينهار وبتاخد حقك بنفس نتيجه الموسم اللي فات على نفس الملعب. تالت حاجه يا جماعه هي الروح هي الاصرار. النهارده انت دايما انا عارف جون هاري كين ده اللي انت متعود ان انت تلبسه بغلطه دفاعيه ساذجه او مشكله زي اللي جابريال عملها كل مباراه لازم ناخدها من اي لاعب مختلف بتفيص بقى بعدها بتبتدي تنهار. انت النهارده للمره الخامسه تقريبا في الموسم بتتعرض
تتعرض لهدف وبترجع ترد بشخصيه كبيره واللعيبه تحسها واثقه والجمهور عارف انك راجع. النهارده انا مش عايز اقعد امدحلك في كل اللعيبه لان بجد كل اللعيبه حلوه. خيسوس وسكا وشجاعته النهارده وابتدى الراجل يخش وهو كان سبب من هدف اللي جاب منه خيسوس، ولا حلاوه جون توماس حفله اللي ابتدى الحفله النهارده بتصويبه رائعه فكرتنا كده بحاجات اللاعب الكبير محمد النني اللي نتمنى له الشفاء. وشوفوا يا جماعه الفلوج بكره لسلمى، خد التيشيرت النني ومضلها عليه وقابلت فابريجاز وريو فيرديناند فلوج اسطوري، انتظروا بكره. ولكن لو رجعت المرجوعي معلش يا جماعه، صليبه انا منبهر يا جماعه والله العظيم باللاعب ده. اللاعب ده لو اتفرجت عليه مبهر للغايه. ما تقولش تماما ان ده اول موسم للاعب في الدوري الانجليزي وهو عنده 21 سنه. اللاعب النهارده بيعمل ارقام في المباراه جباره، 96% نسبه الدقه، 100% من تدخلاته كانت صحيحه النهارده، 11 استخلاص للاعب. اللاعب النهارده اللي بتبص على سجله في الدوري ما ترقص ولا اتعمل عليه دريبل واحده من اي لاعب في الدوري الانجليزي كله. اقول لك ايه تاني وانت حاسس انك بجد شاري النهارده مدافع باسعار اليومين دول ب 130 140 مليون؟ شكح على بقى. شوف انا حقاني معاك ازاي، انت رائع يا ابني، انت مبهر. 5 اهداف حتى الان، 3 اسيستات وجونين. شكا يا سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. مش بس الاهداف، مش بس الاداء، شخصيه الراجل النهارده مش لابس الشاره. ولكن يا جماعه بص ازاي بيتكلم مع اللعيبه بعد الهدف الاول، وقفهم واهدوا احنا لازم نعمل كذا وكذا اللي انا مش عارفه، ولكن هو بيظهر معاك في الملعب. بالتاكيد غباء ايمرسون الغير طبيعي، ومارتينيلي اللي كان عامل مباراه تعبه جدا في مخه لغايه لما تسبب في طرد اللاعب في منطقه اصلا ارسنال الدفاعيه اللي ما كانتش مستاهله تماما. سهلت الموضوع واستسلم كنت تماما. انا بالنسبه لي التكيف ان الراجل خلاص لما رفع الشاره البيضاء، لما الراجل قال انا يا جماعه طلع لعيبتي بقى عندي دوري ابطال، اطلع يا سون، اطلع يا ريتشارلسون، اطلع على طول يا بريسيتش، اطلع يا لونجلي، وشكرا على كده، ويا رب تطلع 3 مش 4 و5 والموضوع يفتح مني. روح دوري الابطال جدد لهاري كين، هتفضل عقده ملعب الامارات وعقدتك امام الارسنال في هذا الملعب مستمره. ففي اخر 37 مباراه بتقدر تفوز فيهم في ماتشين فقط في تاريخك على ملعبي، ما زلت انت مسيطر في الديربي مهما كان مستواك في الدوري عامل ازاي. يمكن لو عايز انافس سيتي فعلا حتى لو على المركز الثاني، لازم يا جماعه ما نضيعش فرص. يمكن ده العيب الوحيد اللي ببص في فريق ارسنال بلاقيه دلوقتي. لو ضيعت الفرص دي الاسبوع الجاي قدام ليفربول هتندم عليها اشد الندم، لان زي ما عندهم مشكله دفاعيه هم هجومهم شغال بسم الله ما شاء الله ولسه مسجلين 3. ده انا مستني رياكشن ليفربول الاسبوع الجاي مع جودة على، يعني مش قادر والله العظيم. حلقه الجمهور عموما هتجيلكم قبل الرياكشن يوم الجمعه، هنتكلم فيها قبل الماتش وهنتوقع ايه اللي هيحصل. فاستنوها، افتح تنبيهاتكم وخليك جاهز. ولو عجبتكم الحلقه اعمل لايك، اشترك في القناه، خليك متابع دايما ومتابعنا في كل حته على السوشيال ميديا. واكيد بفكركم بالراعي الرسمي ريكسونا، وكفايه رزعه قوي لحد كده.